فضحتنا بوم. ايه يا رانيا، في ايه؟ فضحتكم في ايه؟ ما انا مأكلكم في مطعم ودافع 200 جنيه يا ماما. 200 جنيه يا ماما؟ ال 200 جنيه اللي انت بتتكلم عنهم دول استاذ حشمت قلع عظيم اللي بيشتغل في الاستيراد والتصدير اداهم تبس اللي ركنوا عربيته. ادي الشغل ولا بلاش؟ مش تقول لي فول وطعميه؟ ما الفول والطعميه والطعميه من الفول. وبعدين يا بابا انت فضحتني جدا قدام صاحبتي الجمانه. وبعدين ايه طعميه وفول؟ محل طعميه وفول، ما الطعميه من الفول والفول والطعميه. انت اساسا مش عارفه تقوليها. وبعدين لعلمكم انا ببيع بطاطس وببيع بتنجان. يا رانيا، مش كنت من شويه بتقولي محل فول والطعميه ده هو اللي اكلك في المطعم ده؟ بس الحق يقول ان الاستيراد والتصدير وضع تاني. وضع تاني صح. وانت ياسمين مش من شويه كنت بتقولي لي انا فخوره يا بابا ان انت عندك محل فول وطعميه؟ ايوه يا بابا، بس ده برضو يعني يا بابا انت ما ينفعش تشتغل في الحاجات اللي بيشتغل فيها عم حشمت دي. وبعدين يعني الحاجات دي بتجيب فلوس جامده جدا. بيبي الحل انك انت تشتغل زيه في الاستيراد والتصدير. استيراد وتصدير ايه بس يا رانيا؟ ما الفول والطعميه بيكسبونا زي الفل الحمد لله. بص بقى هقولك دلوقتي، الاستيراد والتصدير بيعمل حالة من رفع منحنى الدخل القومي للفرد في المجتمعات الاستهلاكية المتطورة. مش فاهم حاجة. بص بقى، بيحصل حالة من التضخم في المبيعات للمجتمعات والقرى والمبيعات في العالم. يعني حضرتك تقصدي مثلا ان انا افتح محل فول وطعميه في التجمع الخامس يعني ولا ايه؟ بص الربح في الاستيراد والتصدير. ماشي يا رانيا، حتى لو انا عايز اشتغل في الاستيراد والتصدير هصدر ايه واستورد؟